يستمر دعم معالي وزير الموارد المائيه الاستاذ المهندس عون دياب عبد الله ومدير عام الهيئه العامه لمشاريع الري واستصلاح الدكتور خالد شمال مصعب لمشروع ماء البصره الانبوبي، حيث جاء هذا المشروع لحل مشكله انهيارات القناه المفتوحه قناه البدعه، حيث كانت البصره تعاني من انهيارات دائمه وانقطاع مياه التي تصل الى محافظه البصره للاستخدام لمياه الشرب. المشروع جاء لتحويل هذه القناة إلى أنابيب دكتايل عدد 2 قطر الواحد 2 متر لمسافة 45 كيلو متر. يتكون كذلك المشروع من محطة BS2 بتصريف 10 متر مكعب، تتكون من 14 مضخة 10 ستاند باي وأربعة بالعمل. الحقيقة هذا المشروع تضخ هذه المياه خلال أنابيب دكتايل تصل إلى أحواض الترسيب. هناك 10 كيلو متر تم المعالجه يتم معالجتها ان شاء الله باللحاف الخرساني لتكون المسافه الكليه 55 كيلو متر. نسب الانجاز للمشروع المحطه نسبه انجازها تجاوزت 66%، كذلك جزء العقد واحد اللي هو ينفذه شركه الرافدين العامه نسبه انجازها تجاوزت 53%، كذلك الجزء اللي ينفذه شركه الفاو اللي هو 20 كيلو متر تصل نسبتهم 54%. الانابيب الدكتايل قطر الواحد 2 متر تصريف الواحد 5 متر مكعب بالثانية، تسبقها أعمال كذلك أعمال ترابية وأعمال دفن وأعمال حفر، كذلك منشآت وصمامات كل 3 كيلو متر هناك صمام قفل إضافة إلى صمامات التنفيذ وصمامات الغسيل. المهندس المقيم مشروع زهير نوري عزيزي.